عاجل ارتفاع جنوني في أسعار الدولار أمام الجنيه، بننشر التفاصيل، بيسجل رقم جديد وننشر التفاصيل في الفيديو. والسيسي يحمل أخبار سارة للشعب المصري، ننشر التفاصيل. وعاجل مسؤول كبير بالدولة يقترح إجراء سيقلل من حالات الطلاق بنسبة 60% في مصر. وعاجل الرئيس السيسي بيطمن المصريين احنا بخير وكل شيء على أحسن ما يرام. وعاجل الرئيس السيسي بيكشف عن حجم مخزون القمح في مصر. وعاجل وزير البترول المصري يدعو لاتخاذ بعض القرارات بعد وصول سعر برميل النفط ل 100 دولار. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 اعجبني او لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدا في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمه تحيا مصر، وانتوا قدها وزي ما متعودين في كل فيديو. نبدا مع بعض في تفاصيل والخبر معانا، وعاجل ارتفاع جنوني في اسعار الدولار امام الجنيه، ننشر التفاصيل. قام البنك المركزي المصري على نحو مفاجئ برفع أسعار الفائدة بنحو 1%، وذلك في اجتماع استثنائي وقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المجدول المقرر يوم الخميس المقبل. ورغم قرار المفاجئ للبنك المركزي المصري بتحريك أسعار الفائدة، إلا أن الجنيه تراجع على نحو كبير أمام الدولار الأمريكي. كشفت بيانات ريفنتيف أن الجنيه المصري واصل الهبوط عند 18.22 جنيه مقابل الدولار. وعلى صعيد السندات، كشفت بيانات تريد ويب ان سندات الحكومة المصرية المقومة بالدولار ترتفع سنتين بعد خفض قيمة الجنيه. ووفق الاحصاء الذي اعدته العربية دوت نت، ووفق الاحصائيات التي تم اعدادها في الوقت الحالي وحسب السعر الرسمي في الوقت الحالي، سعر الجنيه الان 18.22 جنيه من وقت رفع هذا الفيديو او من تاريخ نشر هذا الفيديو. وفي بنوك الاهلي ومصر سجل سعر صرف الدولار 18.22 جنيه، والبنوك المصرية يعني لسه هتنزل الاسعار الجديدة بكرة. الاسعار كانت يعني شغالة النهاردة لحد 17.40 جنيه، بكرة السعر الجديد هيبدأ ينزل. وقبل ايام رجح محللون لدى بنك الاستثمار جي بي مورجان ان تكون هناك حاجة الى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري. أشار إلى أن الحكومة المصرية قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية. وأتوقع أن تعاني المالية العامة التي تواجه ضغوطا بالفعل لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس. وأضاف نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف، مقدرا ان الجنيه المصري حاليا اعلى من قيمته باكثر من 15%. ده طبعا توقعات جي بي مورجان. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. الرئيس السيسي قبل زياده الدولار امام الجنيه، الرئيس السيسي بيحمل اخبار ساره للشعب المصري. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان اجراءات حمايه اجتماعيه سيتم اعلانها خلال يومين قادمين لتخفيف الاعباء الناجمه عن الآثار الاقتصادية الحالية التي لم تتسبب فيها الدولة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج من مصر الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة سي بي سي، إن تكلفة برنامج الحماية الاجتماعية تبلغ 19.5 مليار جنيه، رغم أن المبلغ الذي تتقاضاه كل أسرة غير كبير. وأشار إلى أن برنامج تكافل وكرامة تستفيد منه 3.7 مليون أسرة. المصدر معانا كان من RT. والرئيس السيسي يعني في بعض الخطوات هتتاخد في اجراءات الحماية الاجتماعية وهيتم اعلانه خلال يومين، فننتظر يعني هذه الاجراءات التي ستتخذ في مصر. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وعاوز اعرف رأي حضراتكم في ارتفاع سعر الدولار في مصر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وعاجل مسؤول كبير بالدولة يقترح اجراء سيقلل من حالات الطلاق بنسبة 60% في مصر. رأى ابراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين ان حالات الطلاق في مصر ستقل بنسبة 60% اذا تم غلق الانترنت ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي. في تصريحات تلفزيونية قال إبراهيم سليم موضح، قبل الإنترنت كان لدينا 84 ألف حالة طلاق في عام 2008، لكن هذا الرقم ارتفع الآن إلى 222 ألف حالة.
وأشار سليم إلى أن إدمان الإنترنت سبب رئيسي في زيادة حالات الطلاق، ومثال على ذلك عدم اهتمام بعض الأزواج بزوجاته والزوجات المهملات بحق أزواجه وأسرهن، مؤكدا وجود أسباب أخرى للطلاق مثل تدخل الأهل. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، ولكن عاوز أعرف رأي حضراتكم في هذا الأمر. هل فعلا الإنترنت والسوشيال ميديا هو السبب في حالات الطلاق في مصر أم لا؟ أترك ليكم التعليق. ولكن من وجهة نظري البسيطة، أنا شايف أن يعني الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي مش السبب في هذا الأمر. ممكن الأمر يرجع للتلفزيون، للإعلام، يعني الأمور بترجع لحاجات يعني كتير جدا. أترك ليكم التعليق وعاوز أعرف رأيكم في التعليقات تحت. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. الرئيس السيسي بيطمن المصريين احنا بخير وكل شيء على أحسن ما يرام. طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بشأن الأزمة الحالية على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري بشكل خاص. قال الرئيس السيسي: النهاردة بنتكلم في أسعار قمح ووقود وأزمات كبيرة، والعالم متصل ببعضه وتأثيرات هذه الأمور بتكون على الكل، ولسه خارجين من أزمة، ولكن ربنا أراد أنه يكون في أزمة تانية، ربنا يعديها على خير. رئيس السيسي أضاف وقال: اللي عاوز أقوله للناس إحنا بخير والأمور ماشية كويس، وعندنا الأساسيات المطلوبة متوفرة ومتوفرة كويس وبعدد شهور مناسب، وهذا ما حرصت عليه. المصدر معانا كان من RT. ربنا ان شاء الله يعني يعدي هذه الايام على خير، فاحنا يعني داخلين على ايام مفترجة، فربنا يا رب يعني ما يكسرش اب اسرة امام اولاده في ظل هذه الظروف، وان شاء الله الامور تعدي على خير في هذه الازمة الحالية. ننتقل مع بعض الخبر اخر، والرئيس السيسي برضو بيكشف عن حجم مخزون القمح في مصر. والرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان مخزون القمح في مصر بلغ حتى الان 5.7 مليون طن. اكد ان العمل جاري على انشاء المزيد من الصوامع في الفترة المقبلة. الرئيس عبد الفتاح السيسي وضح ان المشروعات القومية عندما بدأ تنفيذها تساءل الكثيرون عن جدواها، واضاف خلال مداخلة أن صوامع القمح حافظت على نحو 20% من القمح المفقود سنويا. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. وزير البترول المصري يدعو لاتخاذ بعض القرارات بعد وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار. قال وزير البترول المصري إن التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز تؤكد أنه ليس لدينا رفاهية، ويجب الإسراع بزيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار. وأضاف الوزير خلال الجولة التفقدية لعدد من حقول البترول بالصحراء الغربية أن الهدف من زيادة مواقع الإنتاج بالصحراء هو العمل على تذليل أي صعوبات قد تتعرض منظومة زيادة الإنتاج من الزيت والغاز، كما وجه بزيادة طموحات الخطط الموضوعة للإنتاج، وقال: لسنا في رفاهية بعد وصول سعر برميل البترول ل100 دولار. وأشار الوزير إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة أعداد الحفارات، ومن ثم زيادة عدد الآبار والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة في ظل الزيادة الهائلة في أسعار البترول والغاز. ووضح أن استراتيجية زيادة الإنتاج تتضمن العمل على تعزيز نواحي الأمن والسلامة ومشروعات خفض الانبعاثات وترشيد الاستهلاك، ومن ثم خفض تكاليف الانتاج تعظيما للعائد في تلك الفترة. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض في نهاية هذه الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.